طلعت لفوق على الاوضه لقيت انيس نايم. مش بدي اعمل قعدت لحالي صرت افكر باشياء يعني صار يجي افكار على راسي بشعه مش منيحه فانا انفقست يعني كل شيء افكار مثلا نيجاتيف صرت تجي على راسي اشياء برا اشياء جوا اشياء كل شيء افكار مش صرت تجي على راسي انه قاعده وعدت بدي اعمل قعدت افكر بكل شيء قطعت فيه انا فتضايقت. فبهالوقت كانوا هن كلهم اجوا وكان هو اجا كمان اوكي كان هو اجا كمان شو فكر فكر انه انا مزاجيه انه انا ساعات لبدل مهتم وساعات لبدل انا كنت بهالوقت لما هن اجوا كنت انا مفقوسه قاعده عم بهبلها واضحك وهيك بس كرمال لاطلع من الجو اللي انا فيه كيف فنشفها معي حسيت انه بو شي يعني مبارح ما سألتينا ما شفتينا سألتهم وبيك شي زعلان من شي وما جوابناه اليوم برا عرفت شو كان بو فصار لي انه هيك هيك قلت له لا بس انا كنت متضايقة وهيك قال لي طب ليه ما بتحكي قلت له ما في احكي قدام الكاميرات عشان كده ناديتيني بالليل كنت عايزاني انت اكتر شخص يمكن بتعرفي انا بشوف فكر اوقات او شو بيجي على راسي او بشو معقول بكره شو بيتعاملوا معك انا كثير بحبه لصابه كثير هو كمان بيحب بوقف حده مو دايما بوقف حده بكل شيء يعني بدأ بسم التفصيل. الله ما شاء الله كنتوا طالعين منين مع بعض يعني سبحان الله واقفين جنب بعض ايه تعالي عن جد كثير مهضومه الصبر بالنسبه للكوبايه اللي انت منيتيها الاخيره يا زهر هيفوتوا لجوه